مملكة ليسوتو وعاصمتها ماسيرو، بلد غير ساحلي في جنوب أفريقيا. تبلغ مساحتها 30,000 كيلو متر مربع، وعدد سكانها يتجاوز 2 مليون نسمة. تحيط دولة جنوب أفريقيا بمملكة ليسوتو من جميع الجهات. اللغات الرسمية هي السوتية والإنجليزية، ويعتنق أغلبية السكان الديانة المسيحية. أكبر المدن في مملكة ليسوتو هي مدينة ماسيرو، وتقع في المنطقة المطلة على الضفة اليسرى لنهر كاليدون، وتمثل عاصمتها الإدارية، بالإضافة إلى أنها محور التجارة والاقتصاد والنقل. من أهم الأنهار نهر كاليدون الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه في العاصمة ماسيرو، ونهر أورانج الذي يبلغ طوله حوالي 1300 ميل. أهم المحاصيل في مملكة ليسوتو الذرة، القمح، الشعير، إلى جانب تربية الماشية. أما القطاع الصناعي فيعتمد على المنسوجات ومواد البناء وتجميع المعدات والسياحة. الناتج الإجمالي يبلغ 6 مليار دولار. يطلق على الطبق الوطني في ليسوتو باباب، ويصنع على شكل عصيدة من دقيق الذرة. وهناك أيضاً طبق أوكسيتيل سوب، وهو عبارة عن حساء يصنع من ذيل الثور. من أشهر الأماكن السياحية في ليسوتو جبال مالوتي التي تمتد لحوالي 100 كيلو متر، وهناك شلالات ماليتسونيان التي يبلغ ارتفاعها 192 متراً. أما حديقة ثيلباثيب الوطنية فتحظى بالتنوع البيولوجي، وتكثر بها المراعي من مختلف الأنواع. إنها أفريقيا، أرض الخير، قلب العالم.